أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تتابع عن كثب وتيرة إنشاء المرافق الاجتماعية الجديدة وفق الأهداف والمحاور التي اشتمل عليها برنامج الحكومة للسنوات 2019-2022 والمتمثلة في تلبية الاحتياجات التطويرية في محافظات مملكة البحرين، موضحا أن العمل مستمر على متابعة تنفيذ 6 مشروعات إنشائية جديدة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمواصلة تقديم خدمات متنوعة لجميع فئات وشرائح المجتمع في عدد من المناطق لتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات بالقرب من مناطق سكنهم بأيسر وأسرع السبل. وقال حميدان إن إنشاء هذه المشروعات يأتي تلبية لاحتياجات المواطنين في إطار السعي لتطوير نوع ومستوى الخدمات التنموية التي تقدمها الحكومة، وخصوصا لفئة الأشخاص ذوي العزيمة وكبار المواطنين، فضلا عن توفير احتياجات الأسر من مختلف المساعدات وخدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي.